والله التكهفات موضوع كبير كبير كثير بالنسبة لراس العين، ولولا وجود هذه التكهفات لما صارت راس العين رأس العين، لأنه بسبب طبيعة الصخور الموجودة في المنطقة كانت هي من العوامل اللي ساعدت على حدوث تجمعات مائية وأنفاق أو ممرات للمياه كانت تأتي من الشمال من تركيا من الشمال باتجاه المنطقة، واللي طهرت كل هذه الينابيع أو مجاري المياه في منطقة رأس العين في المنطقة الجنوبية بسبب الانخفاض. فالنفق ممتد الله يعلم منين، يعني من تركيا من جبال طوروس منين جاي ماشي ضمن تركيا وضمن سوريا في المنطقة المنخفضة. ظهرت الينابيع كلها في المنطقة المنخفضة اللي احنا نسميها منطقة الخابور، ينابيع الخابور، بسبب انخفاضها طلعت المي على سطح الأرض من هذه الينابيع الأنفاق اللي كانت هذه. فهذه الأنفاق أغلبها جفت فصارت عبارة عن ممرات. طبعا العوامل الجوية أثرت كثير وظهرت بالأواني الأخيرة وممكن تظهر بعد فيما بعد بشكل أكبر، ممكن تطلع فيما بعد بشكل أكبر، لأنه هي عبارة عن هالمناطق اللي فيها تكهفات أو هذه الصخور اللي هي عبارة عن صخور كارستية عبارة عن كربونات المنغنيز وكربونات الكالسيوم. هذه الصخور سريعة الانحلال وشرهة للماء، تنحل مباشرة فظل تنحل وتهبط لبين ما تصل لسطح لوجه الأرض، وتظهر أكثر ما يمكن عندنا ظهرت عندنا يا في مناطق السقاية في المناطق الزراعية بفعل الرطوبة وتجمع المياه يشكل ثقل تهبط ويشكل لنا على شكل مخاريط تسمى بالمخاريط الكارستية، أو ظهرت بالطرقات بفعل حركة السيارات. وظهر عندنا برأس العين كميات كبيرة وتكشفت بشكل كبير بال 2004، صار عندنا أمطار كبيرة وصار عندنا فيضانات وعمت المناطق الشمالية ونزلت المياه بأكملها إلى المناطق الجنوبية اللي بيها ينابيع الأنهار، وشهد الثقل اللي صار أدى يعني جعل بعض الينابيع بعض هذه التكهفات تظهر للعيان. وللأسف لا قبل ولا بعد اعتني بهذا الموضوع إلا على دوري أنا اللي حركته، وحتى وقفت البلدية توقفت سنتين بسبب المخاطر اللي شكلها الفيضانات وممكن نسوي أي مشروع يروح هدر. فسويت دراسة أنا بأيامها، أنا كنت رئيس مجلس مدينة لمعالجة الموضوع، ليس جذريا لأنه جذريا بدك تحفر كل رأس العين وهذا مستحيل، فكانت عبارة عن تنفيذ خطوط مجرور من البولي إيتيلين، خطوط رئيسية وخطوط فرعية وقناة صندوقية رئيسية خارج البلد، حتى إذا صار فيضان تكون خارج البلد. درسته بأيامها كان كلفة بديء بال 2003-2004 كان كلفته تقريبا مليار إلا كم مليون، وطبعا لم ينفذ لسبب القيمة الكبرى، وبعدين صارت المشاكل وتوقفت كل المواضيع والتكهفات عم تستوي كل يوم تطلع عنا مكان، كل ما تجينا فيضة أو تجينا أو ينكسر خط مجرور عندنا برأس العين منطقة المياه ما تطلع لفوق أبدا، لأنه عندنا قسمين رأس العين، قسم منطقة صخرية صخورة كارستية وقسم هذا واقع في المنطقة الجنوبية، والقسم الثاني هو واقع في المنطقة الشمالية اللي هي عبارة عن رأس العين القديمة المردومة، كلها ردميات كلها تكهفات كلها بيوت قديمة كلها ممكن آثار ممكن ما حدا يعرف يعني ما هي مدروسة فيها، لذلك المي اللي تطلع اللي ينكسر أي خط مجرور أو خط مي إيش عم يصير؟ عم يعني يحل التربة اللي حواليه لأنه عبارة عن تربة رملية، فممكن إذا انكسر خط مي حلوة بفعل الضغط يحفر يوصل للمجرور يوقع المجرور تختلط المياه الحلوة مع المجاري وتسوي المشاكل اللي عم تصير وللأسف.